ننتقل هسه للاي سي اناليسيس. بالاي سي اناليسيس شكل الدائره راح يكون مختلف، السبب لان راح نلغي الدي سي سورس بالدائره الرئيسيه. هسه راح نرجع هذه الدائره الرئيسيه، قلنا راح نستعمل السوبر بوزيشن. قبل شويه لغينا الاي سي سورس وسوينا حساباتنا فقط كانما موجود عندنا هذا الدي سي سورس. حاليا راح نسوي العكس، راح نلغي هذا الدي سي سورس ونسوي حسابات الدائره ونشوف شنو شكل الدائره، شلون راح يصير اذا كان عندنا فقط الاي سي سورس هو الموجود. اكو تغيير اخر ايضا راح نسويه. قبل شويه احنا المتسعات الكابلنج كاباسترز يعني السي 1 والسي 2 وايضا الباي باس كاباستر السي اي في حاله الدي سي اعتبرناهم اوفن سيركت. بالنسبه للاي سي المتسعات تسمح بمرور التيار من خلالها، فبالتالي راح يكون لها ممانعه معينه تسمح بمرور التيار، تتولد على الطرفين مالتها فولتيه معينه، فرق جهد معين، بالتالي لها ممانعه معينه، وانتم سابقا حاسبين الممانعه مال المتسعات. ولكن هنا راح نفرض فرضيه، راح نفرض انه الممانعه مال المتسعات قليله جدا بحيث هي قريبه من الشورت سيركت. اذا اول فرضيه راح نسويها هي انه كل المتسعات الموجوده بالدائره راح نبدلها بشورت سيركت. هاي اولا. ثانيا من نريد نلغي هذا الدي سي باور سبلاي راح نسوي شورت سيركت على الطرفين مالته حتى نلغي فرق الجهد بين الطرفين مال هذا المصدر. فبالتالي هذه النقطه عن طريق الشورت سيركت راح تروح الى الجراوند. باختصار هذه النقطه راح تصير جراوند. اذا شيئين اختلافين راح يختلف هاي الدائره، الاول هو هذه المتسعات راح تصير شورت سيركت، الثاني السورس دي سي سورس راح يكون هذه النقطة بدلا من الفي سي سي راح يكون عندنا جراوند. فشكل الدائرة راح يختلف. إذا نتبع الدائرة هسه راح هذا الاي سي سورس هو باقي، بعدين الار اس، بعدين نصل إلى نقطة الفي ان. من نقطة الفي ان إلى هذه النقطة راح يكون عندنا شورت مكان هذه المتسعة. زين، من هذه النقطة اكو عندي مقاومة إلى الجراوند اسمها الار 2 راح تبقى. ومن هذه النقطة راح يكون عندنا أيضا مقاومة إلى الجراوند، هذا راح يصير جراوند، راح يكون اسمها الـ R1. إذا راح نشوف السورة شوية في الدائرة المكافئة في حالة الـ AC أنه الـ R1 والـ R2 راح يظهرون على التوازي. وإذا نتبع الدائرة نوصل إلى الترانزستور من الإميتر، هذه المتسعة إذا بدلناها بشورت سيركت فهذه المقاومة راح تلغي. صار عندنا شورت على الطرفين مال المقاومة، فبالتالي الـ RE أصلا راح تلغي والإميتر راح يكون مربوط مباشرة على الجراوند. من طرف الكولكتر من هذه النقطة راح يكون عندنا مقاومة مربوطة إلى الجراوند، هذه اسمها الـ RC. وهذه النقطة نفسها راح توصل إلى هنا لأن هذا شورت سيركت، هاي المتسعة شورت سيركت، فهي نفسها نقطة الـ V out. من نفس هذه النقطة اللي كان عندنا الـ RC رايح للجراوند، من نفس هذه النقطة عندنا الـ R load أيضا رايح للجراوند، فبالتالي أيضا الـ R load والـ RC راح يظهرون على التوازي. راح نشوف هسه شكل الدائره شلون راح يصير بحاله الاي سي. بحاله الاي سي هذا المصدر، احنا هذا الخط نخليه هنا حتى نفصل بين المصدر وبين الامبليفاير، بين الانبوت مال الامبليفاير. هذه الار اس هي تابعه للمصدر وهذه الفولتيه مال المصدر. من هنا بدا عندنا الامبليفاير، عندنا الار 1 والار 2 على التوازي مثل ما شفنا قبل شويه فوق. بعدين يجينا للترانزستور، هنا كان اكو مقاومه مال الار اي وبسبب الباي باس كاباستر لان صارت شورت سيركت هذه النقطه ايضا صارت شورت سيركت. من طرف الكولكتر الار سي رايحه للجراوند وعلى التوازي وياه الار لود، فشكل الدائره اختلف تماما عن الشكل السابق لان هنا بقينا فقط الاي سي سورس. هنا الدائره الثانيه بدلنا الترانزستور بالدائره المكافئه مالته فقط حتى نعرف مكان الار اي. يعني هنا هذا البيس والكولكتر والإميتر تقدر تباوع عليها وتشوفها بشكل واضح. بدلنا شلنا الترانزستور هذا وخلينا الدائرة المكافئة له مثل ما تعلمناها سابقا بالمحاضرة الأولى. نجي على الحسابات، احنا شنو نريد نحسب في حالة وجود الـ AC سورس؟ بالحقيقة عندنا خمس كميات كلها نريد نشتق لها قوانين حتى من خلال هاي القوانين نقدر نحسب قيم هذه الكميات. راح نعدد هذه الكميات. أول كمية هي الانبوت ريزيستنس،
شنو يعني الانبوت ريزيستنس؟ يعني هذه دائرة الامبليفاير اللي تبدأ من نقطة الـ VIN وتنتهي هذه النقطة، نقطة الـ VOUT. هذه كدائرة بها انبوت وإلها مقاومة معينة من طرف الانبوت. يعني شنو؟ احنا راح نسلط على الانبوت فولتية بمقدار معين، هذه الفولتية راح تسبب مرور تيار إلى هذه الدائرة، ولكن هذا التيار مقدار التيار يعتمد على مقدار المقاومة اللي موجودة بهذه الدائرة. إذا كانت المقاومة عالية راح يكون التيار اللي يمر قليل، وإذا كانت المقاومة قليلة راح يكون التيار عالي. إحنا اللي نريد نحسبه هو شقد مقدار الـ Input Resistance، يعني شقد مقدار المقاومة اللي يشوفها الـ Source، اللي تواجه الـ Source من نقطة الـ VN. لذلك ما اللي المقاومة اللي ينظر إليها من هذا الطرف هي اسمها الـ RN بمعنى الـ Input Resistance. مثل ما عندنا input resistance عندنا output resistance، يعني ايش قد المقاومه اللي منظوره اللي نشوفها من طرف الاوتبوت. هاي كم كميه صارت؟ الار ان والار اوت صاروا 2. عندنا الكميه الثالثه اللي هي جدا مهمه نسميها الكسب بالفولتج، يعني الفولتج جين. احنا هذه الدائره تعمل كامبليفاير، الفي ان الامبليتيود مالته صغير، الـ Vout الامبليتيود مالته كبير. إذا قسمنا مقدار الاوتبوت على مقدار الانبوت، يعني فولتية الاوتبوت على فولتية الانبوت، راح نحصل فد نسبة، هذه النسبة نسميها نسبة التكبير. يعني فرضا إذا كان عندنا الـ VIN 1 فولت والاوتبوت 10 فولت، فايش قد نسبة التكبير؟ راح تقول لي 10، يعني هذا الدائرة تكبر هذا الانبوت 10 مرات. شلون عرفت؟ عرفت بأنه قسمت قيمة الـ Vout على قيمة الـ VIN. فالكمية الثالثة هي الفولتج جين. هذه الدائرة مو فقط تكبر الفولتج وإنما ممكن تكبر التيار، معناها عندنا current gain، الكسب بالتيار اللي هي قيمة الـ I out على الـ I in، صارت أربع كميات. الكمية الخامسة الأخيرة هي الـ power gain، فهي عبارة عن نسبة الـ output power إلى الـ input power. هذه الكميات الخمسة راح نشوفها ونشوف شلون نشتق القوانين مالتها بالاعتماد على هاي الدائرة، لأن هذه الحسابات كلها هي على اعتبار الـ AC Source فقط هو اللي موجود. نجي على الـ Input Impedance الـ RN. الـ RN قبل القانون مالتها نقدر من هنا نستنتجها. الـ RN اللي نشوفها من هنا نقدر نمشي ويا الدائرة ونشوف شنو اللي واجهنا. أول شيء شنو واجه؟ شفنا الـ R1، بعدين الـ R2. شنو العلاقة بيناتهم؟ توازي لو توالي؟ توازي، واضح جدا. بعد الـ R2 شنو عندنا؟ يجينا الترانزستور بالحقيقة، بس هذا الترانزستور من طرف الـ Input اللي هو يشمل كل التفاصيل الموجودة بداخل الترانزستور. هل إلا مقدار للممانعة للمقاومة؟ طبعا. شو راح نرمز لها؟ راح نرمز لها بـ RN Base مثل ما سوينا ويا حالة الـ DC، ولكن قيمة الـ RN Base في حالة الـ AC تختلف عن قيمة الـ RN Base في حالة الـ DC. حالة الـ DC شنو كان القانون مالتها؟ البيتا DC في الـ RE اللي هي هذه الكبيرة. بس بحالة الـ AC أكيد ما راح يكون هذا الـ RE حالياً بالدائرة اللي موجودة عندنا. ليش؟ شنو السبب؟ لأن أصلاً الـ RE انحذفت، صار عليها شورت سيركت. زين، فإذا هسه قانون الـ RN راح يكون العفو الـ RN Base هي أيضا راح تكون على التوازي ويا الـ R1 والـ R2، فبالتالي الـ RN Base هي عبارة عن الـ R1 على التوازي ويا الـ R2 على التوازي ويا الـ RN Base. هذا قانون الـ RN، R1 و R2 و RN Base كلهم على التوازي. هسه يبقى شلون نحسب الـ RN Base؟ الـ RN Base نحسبها بقانون مشابه إلى حد ما لحالة الـ DC. نستعمل بمكان البيتا هناك DC، هنا راح نستعمل بيتا AC، وبمكان الـ RE كابيتال هنا نستعمل الـ RE سمول، فهذا اللي نحسب به الـ RN Base. زين، هسه هنا عندنا فد ملاحظة. Note that if the bypass capacitor يعني CE is not used، خلينا نرجع للدائرة، الدائرة الأصلية، إذا كانت هذه المتسعة غير موجودة ما مربوطة هنا، فمن نحول هاي الدائرة إلى الدائرة المكافئة في حالة الـ AC.
الـ RE هذه الكابتر راح تنحذف لو راح تبقى؟ طبعا راح تبقى، إذا ما أكون متسعة راح تبقى. وين يصير مكانها بدائرة المكافئة؟ راح يصير مكانها هنا. المهم شلون هذا راح يأثر على قيمة الـ RN base؟ هنا أنا دي أقول لك بهذه الملاحظة، إذا إحنا الـ CE ما مستعمليها، بالتالي في دائرة الـ AC، في الدائرة المكافئة للـ AC، قيمة الـ RE موجودة وباقية، فهذه قيمتها راح تنضاف على قيمة الـ RE small، يعني يصير عندنا البيتا مضروب في المجموع مال الـ RE small زائدا الـ RE capital. فهذه الكمية الأولى راح نستعمل بها هذا القانون. نجي على الكمية الثانية، أيضا نحاول نستنتجها من الدائرة اللي هي الـ Rout، الـ Output Resistance، هي المقاومة اللي ننظر لها من هذا الطرف. أول شيء واجهنا هو الـ Rload، وبعدين عندنا الـ RC على التوازي وياه، وبعدين عندنا الترانزستور. بس هنا الترانزستور من يا طرف؟ من طرف الكولكتر الربط وياهم، واحنا نعرف انه الممانعه او المقاومه الداخليه الار سي سمول كانت بالبدايه ذكرناها قيمتها عاليه جدا، فبالتالي هذا كانما ما له تاثير على هذول، يعني مقطوع تاثيره عن هذول. فمن يبقى عندنا الار لود والار سي، والعلاقه بيناتهم هل هي توازي لو توالي؟ راح تقول لي العلاقه بيناتهم هي توازي، فاذا يكون الاوتبوت امبيدنس او تريد تسميها الاوتبوت ريزيستنس تساوي الـ RC على التوازي ويا الـ RLoad. زين، مو دائما يكون موجود بالدائرة RLoad، يعني إذا نرجع للدائرة الأصلية هنا الـ Output، هذه نقطة الـ Output مأخوذة من الـ Collector، والـ RLoad الموجود هنا هذا بالحقيقة هو مو جزء من دائرة الـ Amplifier. الـ RLoad يمثل الجهاز اللي رابطيه على الاوتبوت مال الامبليفاير، يعني شنو؟ هسه فرضا هذا عباره عن امبليفاير، دائره الكترونيه تكبر الصوت، الانبوت هي اشاره صوت ضعيفه، ونريد نستعمل هذا الامبليفاير لتكبير وتضخيم هذه الاشاره، شو راح نسوي؟ نستعمل هذه التفاصيل وتكبر الاشاره، تظهر الاشاره المكبره على الاوتبوت بهذا المكان. زين، احنا بنكبر الاشاره غير نريد نسمعها، فبالتالي لازم نربطها على سبيكر سماعة. هذا الـ RLoad هو يمثل المقاومة مال السبيكر، يعني الـ RLoad هو مو جزء من الامبليفاير، وإنما هو يمثل الجهاز اللي مربوط على الاوتبوت مال الامبليفاير، قد يكون سبيكر، قد يكون امبليفاير آخر، من احنا يصير عندنا أكثر من ستيج للتكبير، يعني مرحلة تكبير وبعدين تجي وراها مرحلة تكبير أخرى. المهم الـ RLoad هو عبارة عن جزء خارجي بالنسبة للأمبليفاير يمثل الدائرة اللي مربوطة على الأوتبوت مال الأمبليفاير. فأحياناً إحنا نريد نحسب الأوتبوت ريزيستنس الـ R out للأمبليفاير فقط بدون اللود، بهاي الحالة الـ R load هذه المقاومة راح تكون غير موجودة. من تكون غير موجودة نرجع على هذا على هاي الدائرة، إذا الـ R load غير موجودة فالار اوت راح تساوي؟ راح تساوي نبقى عندنا فقط الار سي، وهذا هو المذكور بهذه الملاحظه. هنا اللي يقول لك القانون الاساسي، يعني في حاله وجود الار لود الار اوت يساوي لنا الار سي على التوازي ويا الار لود، ولكن الار اوت يساوي لنا الار سي فقط if ار لود از نوت يوزد، اذا احنا ما مستعملين الار لود، يعني ما رابطين جهاز على الاوتبوت مال الامبليفاير ونريد نقيس الاوتبوت ريزيستنس مالت الامبليفاير. لحد هنا هسه عرفنا الـ RN والـ ROUT. هسه وصلنا إلى الـ Voltage Gain اللي هو الكسب بالفولتية. الرمز مال الـ Voltage Gain هو AV، والقانون الأساسي للـ Voltage Gain هو عبارة عن VOUT تقسيم الـ VN. إذا نطبق هذا القانون على الدائرة اللي عندنا راح نلاحظ أنه الـ VOUT هو نفسه الـ VC، يعني فولتية الكولكتر، والفي ان هو نفسه الفي بي، يعني فولتية البيس. نروح نلاحظ هذا الشيء على الدائرة. الفي ان إذا اتبعنا هذه النقطة هي نفسها فولتية البيس الفي بي، والفي اوت إذا نتبعها أيضا راح نوصل إلى نقطة الكولكتر، إذا هي مساوية للفي سي. هسه راح نستعمل قانون أوم ونعوض مكان الفولتية بالتيار والمقاومة. زين، إذا الفي ان
هي الفولتية من هذه النقطة إلى الأسفل، نقدر نشوفها هنا بشكل أوضح. الـ Vn هي نفسها الفولتية اللي هنا، واللي هي فرق الجهد بين هذه النقطة والجراوند. هذه الفولتية هي نفسها الفولتية اللي موجودة على هذا البرانش، ونفسها اللي موجودة على هذا البرانش، لأن كل هذه البرانشات هي على التوازي. ولكن أقدر أحسب هذه الفولتية من هذا البرانش بسبب لأن أنا أعرف التيار اللي يمر بهذا البرانش، وأيضا أعرف قيمة المقاومة. زين، هذا اللي راح أسويه هسه. الـ VB راح أعوض مكانها التيار اللي يمر بهذا البرانش اللي هو هذا تيار الإميتر، لأن هذا برانش الإميتر يعني الـ IE، مضروبا في المقاومة مال هذا الفرع مال هذا البرانش اللي هو حاليا بشكل واضح فقط الـ RE small. إذا مكان الـ VN راح نكتب VB، ومكان الـ VB راح نكتب IE مضروب في RE small. نرجع لهنا ونشوفه، هذا الـ VN اللي هو مثل الـ VB اللي عوضناه بتيار الإميتر مضروب في المقاومة الـ internal resistance مال الإميتر اللي RE small. نفس الكلام راح نسويه ويا الـ VC اللي هو مثل الـ output. هذا الـ output، هذه نقطة الكولكتر. هسه نريد نعوض بمكان الفولتية بتيار ومقاومة. زين، هنا شنو مقاومة الـ output الكلية؟ قبل شوية ذكرنا أنه مقاومة الـ output الكلية هي عبارة عن الـ RC على التوازي ويا الـ R load. زين، شنو التيار اللي يمر بهذا البرانش؟ يعني يمر بهذول الاثنين وبالأخير يتوحد ويمر هنا. هو عبارة عن بشكل واضح تيار الكولكتر اللي هو الـ IC. إذا أقدر أعوض مكان الـ Vout بـ VC، ومكان الـ VC أقدر أخلي IC مضروب في المحصلة مال هذول الاثنين اللي هو الـ Rout. فمكان الـ Vout حطينا الـ VC، ومكان الـ VC IC في Rout. صار عندي هسه هذا القانون. إحنا دائما نعتبر أنه تيار الكولكتر وتيار الإميتر هم واحد قريب على الثاني، يعني تقريبا متساوين. فهذا اللي راح اسوي هنا بالاسفل، نفس هاي الكميه نقلتها هنا فوق مكان الاي سي، كتبت الاي اي. طبعا هذا تقريب، وتقريب مقبول جدا. من صار عندي هذا القانون بهذا الشكل، اقدر احذف الاي اي بالاختصار من البسط ومن المقام، فالنتيجه النهائيه تبقى هو فقط ار اوت على ار اي سمول. هذا القانون اللي راح استعمله حتى أحسب بمقدار الفولتج جين، الكسب بالفولتية. هنا بالنسبة لهذا القانون للفولتج جين، أكو عندنا مجموعة من الحالات. الحالة الأولى If there is no R load then R out يساوي RC and AV يساوي RC على RE small. يعني شنو؟ إحنا عرفنا قبل من حسبنا الـ R out، قلنا أحياناً الـ R load ما تكون موجودة. زين، اذا الار لود ما تكون موجوده، الار لود وين موجوده هسه بهذا القانون الاصلي؟ موجوده ضمن الار اوت. يعني هنا مكان الار اوت كنا نقدر نكتب الار سي على التوازي ويا الار لود. اذا الار لود ما موجوده فراح يبقى فقط الار سي فوق. فاذا هذا القانون راح يختصر الى هذا الشكل. هذا شو وقت نستعمله؟ فقط من يكون الار لود غير موجود بالدائره. هاي الحاله الاولى. الحاله الثانيه If CE is not used and R load exists. معناها هذه الحالة الثانية من يكون CE اللي هو الكاباسيتر بايباس كاباسيتر بالدائرة الأصلية، هذه CE غير موجودة، والR load exists. يعني شنو exist؟ يعني موجودة. بهاي الحالة شو يصير؟ بهاي الحالة هنا قانون الـ AV راح يكون بهذا الشكل، الـ R out على الـ RE small زائدا الـ RE capital. أيضا شفنا هاي الحالة مرت علينا من حسبنا الـ RN base بالنسبة للـ RN. إذا كانت المتسعة الـ bypass capacitor غير موجودة، معناها الـ RE capital راح تكون غير محذوفة بالدائرة المكافئة، فراح تظهر، راح تكون موجودة. زين، وين تدخل بالحسابات؟ مكانها راح يكون على التوالي ويا الـ RE سمول، فبالتالي راح تكون تنضاف عليها. اذا هذا القانون نستعمله في حاله عدم وجود السي اي والار لود تكون موجوده. زين، عندنا حاله اخرى هي فور نو سي اي، يعني السي اي غير موجوده، نور ار لود، يعني لا السي اي موجوده ولا الار لود موجوده. شو يصير القانون؟ بكل بساطه يصير بهذا الشكل.
من تكون الار لود غير موجوده معناها الار اوت راح تختصر فقط الى ار سي، ومن تكون المتسعه غير موجوده معناها المقاومه راح تظهر بالدائره المكافيه، فبالتالي راح تنضاف على الار اي سمول. اذا هذا القانون هو الاساسي، هذه القوانين نستعملها، نستعمل كل واحد من هذول القوانين حسب الحاله اللي تقابله. عندنا هنا ملاحظه يقول نوت ذات الفي ان يساوي الفي بي، وهذه مرت علينا سابقا، والفي بي هنا ما يساوي الفي اس. شنو الفي اس؟ خلينا نشوفها بالدائره، خلينا نشوفها هنا حسب هذه الدائره. الفي ان هو الفولتيه اللي موجوده بهذه النقطه، ولكن السؤال هل الفولتيه الموجوده بهذه النقطه هي نفسها فولتيه المصدر الفي اس؟ اكيد لا. شنو السبب؟ لان بيناتهم اكو هذه المقاومه الار اس، يعني الفولتيه اللي راح تكون موجوده بهذا السورس اللي راح يعطينا اياها هذا السورس الفي اس، جزء منها راح يستهلك على هذه المقاومه، والجزء الثاني المتبقي هو اللي راح يكون يدخل على الانبوت، يعني هو اللي راح يمثل قيمه الفي ان. فاذا لو اسالكم منو اكبر، الفي ان لو الفي اس؟ اكيد راح تقول لي الفي ان أصغر من الـ VS. شنو السبب؟ لأن الـ VS هي الفولتية الكلية، وجزء من هذه الفولتية الكلية راح يستهلك هنا على الـ RS، والجزء المتبقي من هذه الفولتية هو اللي يمثل الانبوت الفعلي للأمبليفاير اللي هو الـ VN. هسه احنا من حسبنا قانون الفولتج جين، حسبنا الفولتج جين من هذه النقطة، من نقطة الانبوت إلى نقطة الاوتبوت. زين، هل نقدر نحسب علاقة gain بين نقطة الاوتبوت إلى نقطة الـ VS؟ نعم نقدر، ولكن هنا راح تكون كأنما مرحلتين. شلون مرحلتين؟ أول مرحلة الانتقال من نقطة الـ VS إلى نقطة الـ VN، والمرحلة الثانية هي من الـ VN إلى الـ VOUT. من الـ VN إلى الـ VOUT اشتقينا القانون مالته، صار عندنا القانون موجود واضح ورمزنا له بأي V. يبقى هسه شنو العلاقة بالفولتية بين نقطة الـ VS ونقطة الـ VN؟ هنا مثل ما قلنا أنه الـ VS هي الفولتية الكلية وراح تتقسم إلى جزئين، هذه الجزئين أكيد ما تكون متساوية، ولكن قيمة هذه الجزئين من الفولتية راح تعتمد على قيم المقاومات اللي راح تتوزع عليها. قيمة الـ VS راح تتوزع إلى فولتية على مقاومة الـ RS، وفولتية أخرى من هذه النقطة إلى الأسفل. زين، من هذه النقطة إلى الأسفل يا مقاومة عندنا؟ عندنا مقاومة اسمها الـ RN، واللي حسبنا قيمتها حسب القانون اللي اشتقيناه. زين، إذا الانتقال من نقطة الـ VS إلى نقطة الـ VN هنا راح يصير عندنا هبوط بالفولتية، يعني هنا ما عندنا gain وإنما عندنا voltage drop. drop معناه هبوط. فنقدر نحسب قيمة الـ VN بالاعتماد على قيمة الـ VS حسب قانون الـ Voltage Divider Rule، قانون تقسيم الفولتية. هذه الفولتية الكلية راح تتقسم على مقاومتين، الأولى هي RS والثانية هي الـ RN. فالفولتية الناتجة هنا راح نسميها الـ VN. هذه الفولتية الناتجة هنا راح تنضرب بالـ Voltage Gain وتطلع لنا قيمة الـ VOUT. يعني الانتقال من نقطة الـ VS إلى الـ VN هو دروب بالفولتية، هبوط بالفولتية، ومن نقطة الـ VN إلى نقطة الـ VOUT هو gain معناها صعود بالفولتية. هذا راح نمثله بمعادلات رياضية بسيطة بهذا الشكل. الـ VN يساوي لنا VB، هذه نعرفها. وهل الـ VB يساوي الـ VS أو الـ VN هو مساوي الـ VS؟ قلنا لا. شنو العلاقة بيناتهم؟ علاقة فولتج ديفايدر، RN على RS زائدا RN، هذا الفولتج ديفايدر رول. من الـ VS يلا يطلع لنا الـ VN. زين، ولكن اكو هنا حالات معينة، اذا كان الـ RN اكبر بكثير من الـ RS، باوع الساعة على هذا القانون، يعني الـ RN قيمته فرضا ألف والـ RS قيمته واحد، فراح يصير هذه النسبة هي ألف تقسيم ألف واحد، مو النسبة راح تكون قريبة من الواحد، يعني كأنما هذا قابل للإهمال راح يصير، ويصير عندنا RN على RN اللي هي النسبة راح تكون واحد. فبهاي الحالة من يكون الـ RN كبير جدا، الانبوت ريزيستنس مال الامبليفاير قيمته كبيرة وعالية،
أكبر بكثير من الـ RS اللي هي المقاومة الداخلية للمصدر. بهاي الحالة راح يكون عندنا الـ VB تقريبا مساوي للـ VS، لأن هذه النسبة راح تكون تقريبا واحد. زين، إذا بصورة عامة هذا القانون ما متحقق، راح نبقي هذا القانون بهالشكل. الـ Vout هو عبارة عن يساوي الـ VN في الـ AV. هذا القانون احنا منين جبناه؟ جبناه من هذا، طرفين وسطين من هذا القانون. الـ Vout يساوي لنا الـ VN في الـ AV. زين، الـ VN راح يعني أعوض مكانه بدلالة الـ VS منه. إذا أشيل الـ VN ايش هحط مكانه؟ أحط مكانه RN على RS زائد RN في VS. هذا مكان الـ VN، خليت RN على RS زائد RN في VS، في هذا هو الـ AV. زين، إذا هسه صار كأنما عندي علاقة بين الـ Vout والـ VS. شنو الـ constant المضروب في الـ VS حتى يطلع لنا الـ Vout؟ كل هذا الـ AV مضروبا في هذه النسبة. الـ AV مضروب بهذه النسبة راح نرمز له بـ AV داش، حتى فقط نميزه عن الـ AV اللي اشتقيناه قبل شوية بهذا القانون. فإذا شنو العلاقة هسه بين الـ Vout والـ VS؟ العلاقة هي بهذا الشكل. هذه النسبة للمقاومات مضروبة في قيمة الـ Voltage Gain، وطبعا قيمة الـ Voltage Gain الـ AV هذه ناخذها حسب الحالة اللي عندنا واحد من هذول القوانين، ويطلع عندنا قيمة الـ Vout. هذا بالنسبة للـ Voltage Gain. نجي ننتقل هسه إلى الـ Current Gain. الـ Current Gain نرمز له بـ AI، وهو عبارة عن نسبة بين تيار الـ Output إلى تيار الـ Input. أيضا إذا باوعنا على الدائرة، هذه الدائرة هنا موجودة قريبة نسخة منها. الـ I-Out تيار الـ Output هو التيار مال الـ Collector الـ IC، وتيار الـ Input وين موجود تيار الـ Input؟ تيار الـ Input هو عبارة عن التيار اللي يخرج من المصدر حتى يجي يدخل كأنبوت إلى دائرة الأمبليفاير. يعني التيار الـ Input الـ IN هو عبارة عن الـ IS، التيار اللي يمر بمقاومة الـ RS. هذا الـ IS. زين، حتى أطلع القانون للـ AI لازم أعوض مكان هذول الاثنين حتى بعدين أبسط القانون، أو أقدر أحسب قيمة للـ IC وقيمة للـ IS، أقسم الـ IC على الـ IS تطلع لي قيمة نسبة التكبير مال التيار اللي هي الـ Current Gain. الـ IS يساوي VS على RS زائدا RN. احنا قبل شوية قلنا أنه هذا المصدر يولد فولتية، هذه الفولتية راح تتوزع على مقاومتين، المقاومة الأولى هي الـ RS والمقاومة الثانية هي الـ RN، يعني تكملة مال هذا اللوب من هذه النقطة إلى الجراوند اللي هي الـ RN. زين، يعني هناك كأنما أكو عندنا دائرة بسيطة بيها مصدر فولتية واحد وبيها مقاومتين على التوالي. شلون أقدر أحسب التيار اللي يمر بهذه المقاومتين؟ كلش بسيطة، أقسم الفولتية الكلية على المقاومة الكلية. الفولتية الكلية هي الـ VS، والمقاومة الكلية هي عبارة عن الـ RS زائدا الـ RN. فمعناها حتى أقدر أحسب قيمة الـ IS أحتاج قيمة الـ RS، وأيضا أحتاج قيمة الـ RN، وقيمة الـ RN نقدر نحسبها بكل سهولة من القانون اللي أخذناه سابقا، وقيمة طبعا الـ VS نقسمها على هذه المقاومة الكلية، حصلنا على قيمة الـ IS. زين، وتيار الكولكتر، تيار الكولكتر أيضا كلش واضح وسهل، اللي هو الـ Vout على الـ Rout. إذا حصلنا قيمة الـ IC والـ IS وقسمناهم نقدر نحصل على قيمة تيار، عفوا الكسب بالتيار. الكمية الأخيرة اللي نحسبها هي عبارة عن الـ Power Gain. مثل ما نعرف الـ Power هي عبارة عن الفولتية في التيار. الـ Power في نقطة معينة، يعني الـ Power مال الـ Input هي تيار الـ Input في فولتية الـ Input، والـ Power مال الـ Output هي تيار الـ Output في فولتية الـ Output. إذا اعتمدنا على هذه الفكرة نقدر بالأخير نوصل إلى أنه الـ Power Gain، هذا الـ Power Gain نرمز له بـ AP، راح يساوي لنا الـ Voltage Gain مضروب في الـ Current Gain. وبس هنا يا Voltage Gain، هنا الـ Voltage Gain اللي يشمل العلاقة بين الـ Vout إلى الـ VS، إلى المصدر الأولي اللي بالبداية. فالـ AV داش مضروب في الـ AI. هنا دا يذكرك Where AV dash is the، هاي هنا T ناقصة، is the overall voltage gain. شنو معنى overall؟ معناها الشامل اللي يشمل كل هذه الدائرة من نقطة الـ Vout إلى نقطة الـ VS. لحد هنا كملنا القوانين، صارت عندنا موجودة واضحة راح نستعملها حتى
نسوي حسابات على أمثلة